أنشطة الجمعية تتمثل في اللقاءات التوعوية في شتى المجالات الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية بهدف توعية السيدات في مفاهيم العنف القائم على النوع الاجتماعي ووعيهم بحقوقهن وواجباتهن. كنت أنا أعاني من عندي تهبيطة في الرحم، كانت متعبانة كتير، يعني مأثرة على حياتي كتير، يعني لا أقدر أوقف كتير، لا أقدر أمشي كتير. فالحمد لله من جهة يعني من خلال الندوات اللي كنت أخذهم، الدعم النفسي والصحي، حولوني على مستشفى العودة، فعملت يعني الصحة الإنجابية حولوني، ومن بعدها تلقيت خدمة، عملوا لي عملية الحمد لله رب العالمين. كتير أنا بعد العملية هذا يعني أثرت على حياتي، ويعني كيف إني كيف صرت أطلع أنزل أواجه المجتمع الحمد لله. يعني أنا يعني إيش اللي أثر علي كمان إني أنا كمريضة كانسر. يعني حياتي الأسرية كانت عبارة عن مشاكل وضغط نفسي، يعني ستي باعتبار يعني زي اللي عندها اكتئاب لا طلعة ولا نزلة. من ضمن الخدمات اللي تلقيتها من مركز العودة اللي هي المساعدات النقدية، فأنا فكرت إنه هذه أستغلها لإشي يضلوا عندي مستمر على طول لطويل المدى، اللي هي كان في مشروع البقالة هذه إن أشتغل فيه أنا وابني.